طلب منظمو التظاهرات والحراك الشعبي في محافظة النجف بالكشف عن ملفات الفساد في مطار النجف الدولي وإحالة المشتبه بفسادهم إلى القضاء لمحاسبتهم واسترجاع الأموال المسروقة. وشدد منظمو التظاهرات خلال مؤتمر صحفي على رفع يد هيئة الاستثمار عن المناطق الخضراء وتكليف دوائر البلدية والزراعة بمسؤولية إنعاش هذه المناطق، مهددين بالخروج بتظاهرات في حال عدم تلبية مطالبهم. إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية ومطالبته بشدة للعمل بإخلاص على ما يأتي. أولاً، الكشف عن ملفات الفساد في مطار النجف الدولي وإحالة المشتبه بهم بفسادهم للقضاء لمحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة منهم. ثانياً، إطلاق أموال المطار المجمدة إضافة إلى أموال فيزا السياحة الدينية المقرة في الموازنة واستثمارها في خطوة مدروسة ومعلنة لخدمة وإنجاز المشاريع البنى التحتية للمحافظة. ثالثاً، توجيه مشاريع الاستثمار في المحافظة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة. رابعاً، على المجلس القضائي الأعلى تحريك ملفات الفساد والدعاوى النامة في المحاكم المختصة وفي هيئة النزاهة.